السلام عليكم، أهلا وسهلا بكم من جديد في سلسلة مقتطفات تقنية تك فايبس. الباسورد شيء نستعمله فيه كل يوم، إما باش نفتح جهاز أو في المصارف والمعاملات المالية أو في المواقع والسوشيال ميديا اللي نتواصلوا بها مع بعض. لأن الموضوع مهم، حنتكلم اليوم على الباسوردز والمالتي فاكتور اوثنتيكيشن. في بداية صنع الأنظمة كان لازم نلقوا طريقة نتأكد بها من هوية الشخص اللي يفتح في النظام، ومن هنا جت فكرة something you know أو شيء أنت تعرفه زي اليوزر نيم والباسورد أو اسم المستخدم وكلمة المرور. ولأن الناس متحبش تتعب فبيديروا في كلمة مرور سهلة يقدروا يتفكروها ويكتبوها بسرعة، وهذا شيء خطير ممكن يضيع حماية المستخدم. الباسورد ممكن يضيع منه بهالبطرق، هي إما تكتبه في ورقة وتنساه على المكتب، أو يشوفك حد واقف وراك وانت تكتب فيه، أو ممكن تتعرض للتصيد بأن يجيك إيميل أو رسالة فيها رابط تفتحه وتكتب اليوزر نيم والباسورد متاعك، ويمكن يصير أتاك على الموقع وتنسحب منه الداتابيز اللي فيها الباسوردز متاعنا. وأخيرا ممكن تتعرضوا للبروت فورس أتاك اللي يقعد يجرب في هالباحتمالات باش يوصل الباسورد متاعنا، وإذا كان في التسعينات الكمبيوتر قادر إنه يجرب كل الاحتمالات لباسورد متكون من 56 خانة في أقل من 24 ساعة، فما بالك بالكمبيوترز اللي احنا نستعمله فيها اليوم. ومن هنا عرفنا ان الباسورد غير كافي، وجدت فكرة المالتي فاكتور اوثنتيكيشن او التحقق الثنائي. فكرة التحقق الثنائي ان احنا نستخدم شيء مع الباسورد من الصعب انك تخمبه، زي مثلا something you have او شيء انت تملكه زي تليفونك الشخصي او الهاردوير توكن. والحاجة الاحسن هي something you are او شيء فيك انت كانسان، زي بصمة العين، نبرة الصوت أو بصمة الصبع والفينجربرينت. وخلينا ناخذ مثال على شيء بسيط وسهل وكلنا نقدر نديره. باعتبار عندنا أجهزة ذكية أو سمارت فونز، فنقدر ننزل تطبيق يدعم التو فاكتور اوثنتيكيشن ويدير مزامنة مع إيميلنا جيميل أو السوشيال ميديا لينكس زي الفيسبوك والتويتر وإنستغرام ولينكدين وغيرها. التطبيق حيدير مزامنة يربط مع الموقع باش يبدأ يولد في one time password يستعمل مرة واحدة ويتغير كل دقيقة، وكل ما تبي تخش من جهاز جديد حتضطر تكتب الباسورد وتفتح تليفونك اللي بيعطيك باسورد جديد يتغير كل مرة. حتى لو الاتاكر او الهاكر قدر ياخذ الباسورد متاعك ما قدرش يخش على الحساب لانه ما يملكش تليفونك. من اشهر البرامج اللي تستعمل وتقدم في الخدمة هذه هي الجوجل اوثنتيكيتر، مايكروسوفت اوثنتيكيتر، ولاست باس. في هلبة تانية برامج غيرها لكن هذه أشهرها. طبعا عملية المزامنة لا تحتاج لإنترنت، فلو تليفونك ما فيش نت هيخدم التطبيق بشكل طبيعي. وأكيد ما نقدروش نعبو على التو فاكتور اوثنتيكيشن وننسو ونديروا الباسورد قصير. كل ما يكون الباسورد معقد أكتر كل ما كانت أحسن، فنصيحة لازم الباسورد يكون متكون من هلبة خانات 10 على الأقل، وفي upper case, lower case, special characters وnumbers. إلى جانب التو فاكتور اوثنتيكيشن نكون وحمينا نفسنا. كانت هذه نصيحة اليوم، نتلاقوا إن شاء الله في الفيديو الجاي. سلام.